وحدنا الحبوب حياكم الله مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم، هذا البرنامج اللي نوجد بشاشة الرافدين حتى نسمع آرائكم وتعليقاتكم حول المواضيع اللي نطرحها في كل حلقة. بداية نحب نذكر السادة المشاهدين أنه قناة الرافدين عندها تردد جديد، ترددنا على مدار القمر نايل سات 10727، فنتمنى من السادة المشاهدين أنه يدخلون هذا التردد، أكرر مرة ثانية 10727 على مدار القمر نايل سات، فأتمنى يدخلوه في أجهزة الاستقبال الخاصة بهم حتى نظل مستمرين وياهم 24 على 24. أي شخص يحب يتصل ببرنامج صوتكم ويسمعنا صوته ويشرفنا بمشاركته ببرنامج صوتكم يقدر يتصل على واحد من الأرقام التالية، ذن الرقمين اللي تشوفون أمامكم مخصصة إلى داخل العراق، أي شخص من زاخو إلى الفاو يقدر يتصل بينا على هاي الرقمين. أما الأرقام اللي راح تشوفوها بعد ذلك، ذني الأرقام الثلاثة، تقدرون تتصلون على أي رقم من هاي الأرقام من داخل العراق، من خارج العراق، من الوطن العربي، من باقي بقاع الأرض، يتشرفنا ويشرفنا حضوركم ويانا ودخولكم ويانا بالبرنامج وسماع رأيكم حول المواضيع اللي تنطرح بالبرنامج. أما هذا الرقم اللي تشوفوه أمامكم هذا مخصص لبرنامج الواتساب. اكو هواية ناس دا تتصل وكو هواية ناس دا تعتب بالواتساب تقول ليش ما تجاوبونه، رقم الواتساب غير مخصص للاتصال، فنعتذر من السادة المشاهدين، اذا تريد تتصل تقدر تتصل على الارقام الخمسة اللي طلعناها قبل هذا الرقم، اما رقم الواتساب فقط الى الرسائل، اتمنى تكون رسالة نصية مكتوبة متبوعة باسمكم ومكانكم حتى نقدر نقراها بالدقائق الاخيرة من حلقة اليوم. اليوم هي أكو أحداث جلة اليومية تصير بالعراق، من هبوط قيمة الدينار أمام الدولار إلى العجز بالموازنة إلى الأزمة الاقتصادية إلى المعاناة اللي يعانوها الناس من بسبب كورونا، الفيضانات وقلة الخدمات، عدم إعمار المدن، أكو حالات هواية. شباب العراق بثورة تشرين من سنة وأكثر وهم طالعين على مطالب معينة، طلعوا بالبداية في اعتصامات يطالبون بالخدمات، يطالبون بالتعيين، يطالبون بالرواتب. شوية شوية صعدت لأنه الحكومة قامت تسوف هاي المطالب. يعني طلع المتظاهر وقف بساحة التحرير أو بالحبوبي أو ببابل أو بميسان أو بالبصرة بساحات التظاهر باعتصام وهو يطالب بتعيين على ملاك دائم، مي، كهرباء، رواتب، تقاعد، يتعين على الملاك الدائم، إلغاء قضية العقود. فشوية شوية قامت المطالب تكبر. ليش؟ لأنه هذا المتظاهر اللي واقف بالساحة وده يطالب مثلا بتعيين، الحكومة ما دارت لبال، الحكومة اللي سوته نطتها إذن الطرشة. بالمقابل الحكومة من مدارة لبال وقام يصعد التظاهر، الحكومة مو جت ونفذت له طلبه حتى تهدئه وتمتص غضبه ويرجع البيته وتبدي تنفذ لهم مطالبهم حتى يرجعون، لا، قامت تقتل بيهم، قامت تضرب بيهم، قامت تسوي اللي تسوي. اليوم بالناصرية هم صايرة مواجهات ما بين المتظاهرين وما بين القوات الأمنية. الفيديو اللي شفتوه ببداية البرنامج هذا فيديو كان يوثق إطلاق رصاص حي على المتظاهرين في مدينة الناصرية تحديدا يمساحة الحبوبي. أم عبد الله من الموصل ويانا، حياك الله يا أم عبد الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. على راسي أخوي، على راسي. سلم لي راسك أمي، تفضلي. اليوم يعني ما وعدونا بالمواجهة، يعني قالوا تواجهون ولاكم المعتقلين على سنة جديدة. لا والله حتى الله من فوق ما يقبل عليهم، حتى الله من فوق الروح مني، النسوان كبار كنا من الموصل، بس أمانات كن نصل هناك نزدت الأمانات، ما ندري إذا بيصلنهم ولا ما يصلنهم. من فوق ما دينا بالعفو حيث كل الكذب، ما دينا بالمواجهة
جماجة. هسه ما اعرف منهم كل شيء، اليوم سنة وشهر اني ما اعرف من ولادي كل شيء. والله حتى الله ما يقبلهم مو فوق عليهم. نعم. يعني امريكا بتعفو، مصر بتعفو، الكاد بتعفو، كل الدنيا بتعفو الا هم ما اعطونا. هم شنو شنو هم كفار هود؟ ليش ضربوا ما كذا ما فوق خلصت احنا على ولادنا؟ حسب الله ونعم الوكيل عليهم، حسب الله ونعم الوكيل عليهم. نعم. ليش يعني كل نهار دمعتنا ونقمتنا؟ الله وكيل عبد ما نشوف ولادنا اليوم سنة وشهر شهر، ليش؟ نعم. ما نعرف وجعانين، ما نعرف ايش فيهم، خلونا نشوفهم خاطر الله. نعم. ربي يصبر قلبك ان شاء الله يا رب، ويرد لك ابنك سالم غانم ان شاء الله. صار زين عندي بالله، واحد صار له 15 سنة وواحد صار له 5 سنين، ليش الله يقبل عليهم؟ نعم. اخوي على راسي على راسي، انا ترى فدين على راسي، على تنقل سلم يسلم راسك، يسلم راسك، يسلم راسك. هلا اخوي، هلا بيك يما، تسلم والله تسلم. هلا بيك يما. ام عبد الله من الموصل شاركتنا بالبرنامج، وشاركت الشعب العراقي دمعة ام، ودمعة الام غالية، وسبب هاي الدمعة مو وضعها. شكرا شكرا لك ام عبد الله. سبب هاي الام مو هي، او سبب دمعة هذه الام، ولا عصيان ولدها ولا تعبها من الحياة. سبب هاي الام هو انتو يا السياسيين. سبب هاي الدمعة هو انتو. تقول لك عندي ولد اثنين، واحد صار له 15 سنة واحد صار له 5 سنوات، وصار لي سنة وأكثر ما أعرف عنهم كل شيء. نرجع ونقول الدستور والقانون الجنائي اللي أنتوا دا تمشوا على العالم قوة، واللي أنتوا دا تمشوا على العالم بمزاجكم، ناس يمشي عليها هذا القانون وناس ما يمشي عليها هذا القانون. يعني اللي سووا مجزرة جامع سارية أو مصعب بن عمير أو أي مجزرة ونشافوا بالفيديوهات ووجوههم مبينة، وهذا دليل جنائي واضح واللي من المفترض أن يحاكم عليه وبدون أي مراجعة، أخذ براءة. بس أكو هواية ناس إن شاء الله ونتيجة مخبر سري وما يعرفون هذا صح لو غلط، ونتيجة التعذيب اعترفوا على نفسهم لأنه تعذيب. عرفوا معنى كلمة تعذيب؟ أريد أسأل أي برلماني يقدر يتحمل تعذيب لو راح يعترف على نفسه؟ فانحكم، وهذا القانون الجنائي يقول لك انت من تحكم واحد او تدخل السجن انت اسرت من عنده حريته، فانت ما من حقك انه تاخذ من عنده حقه بالحياة، او تاخذ من عنده حقه بان يكون له أسرة، او تاخذ من عنده حقه في التواصل مع عائلته. بس انتو كل هاي تسووها بالعراق. أيمن من الناصرية حياك الله، عفوا أنور، أنور من الناصرية، الناصرية حياك الله يا أنور. حبيبي الغالي حياك الله، أمرك بعد قلبك. تفضل أخوي. أنا ما أدري إيش أقول، يعني اللي أريد أقوله قليل. نعم حبيب قلبي أنت يا طيب. بس اللي صار اليوم يعني ما متوقعين دوم، يعني يضرب مثير الدموع على الاهالي. يعني ما صرت شيء، يعني ما صار تاريخ العالم. بالله اخ انور، اذا تسمح لي اسالك سؤال، اريد يعني على السريع تحكي لي شنو اللي صار اليوم بالضبط؟ شنو اللي سووا وياكم؟ والله 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 يعني صادق. اللي ما صاير بالدول العالم كله، باسرائيل ما صايره، يعني ما اعرف شيء لك. استاذنا العزيز اللي صار بالناصرية اليوم، اللي بالعصر يعني تقريبا الساعة 3:30 4 العصر، يعني قوات هاي اللي يسمونها ما اعرف ايش يسمونها
النتوات وغير النتوات وقوات الشغب، يعني ماكو هيك ماكو هيك، يعني يضرب مثير الدموع على الاهالي بنص المدينه، يعني بنص المدينه بنص البيوت. نعم. مثير للدموع والله العلي العظيم، ما كذبت عليك والله. نعم. اي نعم والله. ويعني ما اعرف شكلك، زين ما اعرف زين. يعني سؤال اخ انور، يعني انت من شفتهم يعني دا يضربون مسيل للدموع بنص البيوت، شنو يعني كان يعني نعم. رايه بهالموضوع هذا، ودا يضرب لمن؟ يضرب علي علي المتظاهرين، يعني اللي هم متعلمين، يعني ما عندهم لا حول ولا قوه. والبيوت شو عليها؟ بنص البيوت هو، يا عيني يا قلبي انت. نفس البيوت هو. نعم. اي يعني ما اعرف شو اقول. تمام. نعم. شكرا عبيب. شكرا لك اخ انور، وشكرا لافادتك باللي صار اليوم في الناصريه، وهمنا من الناصريه كرار، حياك الله يا كرار. نعم استاذ، تحيه لك ولا جمهور قناه الرافدين الفضائي، واجمل تحيه لك ولاهلنا بمحافظه ذي قار وتحديدا مدينه الناصريه، حياك الله اخويا. اهلا وسهلا، اهلا بك يا استاذ. تفضل اغاتي. نعم استاذ، طبعا جاي القمع جاي يصير بالناصريه، والوحشيه جاي تصير من قبل الميليشيات المنفلته والسلاح المنفلت من قبل الاحزاب السلطه المهيمنه على المنظومه السياسيه. نعم. للاسف في كل البلدان في كل محافظات العراق. نعم. خرجت تظاهرات يوم 25 اكتوبر وهددت باسقاط النظام الذي انهك المواطن العراقي. نعم. من انتهاكات والمواطن العراقي من طلع على شنو طلع؟ طلع لان تعيين ماكو، طلع لان حاله الفقر وصلت نسبه الفقر، المستشار اليوم يصرح يقول نسبه الفقر وصلت 40، والمواطن طلع على متاع الخدمات، طلع على الخدمات بسيطه. بينما جاي تشوف السلطه القمعيه جاي تواجه الثوار اللي طلعوا والمتظاهرين اللي طلعوا بسلميتهم، والمرجعيه اللي نادت قالت لا 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 تعودوا عن الى بيوتكم حين تحقيق مطالبكم، وان معركه الاصلاح اشد واغرس من معركه داعش، صح؟ لو تبغى المرجعيه دعت به وخرجت الناس تطالب حقها مثلك. ليش كل هذا القمع جاي يصير وليش كل هاي الوحشيه؟ خلاص انتم نيتوا الاحتجاجات في كل ساحات التظاهرات، مو صحيح؟ شنو بعد تلاحقون المتظاهرين لبيوتهم؟ انت يا وفد الامن اللي اجوا للناصريه ساحه الحبوبي اللي مثل عبد الغني الاسدي وقاسم الاعرجي اجيتوا وفد امن رفيع ونهيت التظاهرات وقعدتوا، ليش اللي جاي تصير الاعتقالات؟ ليش هذا حسام الهلالي اللي احتقلوه، لو نفس السجاد العراقي اللي احتقلوه وهم راح صيته بين ما ندري وين ما وين هسه هو، لو مثل علي الكاسوب والاعمار لحد الان مختطف وهم ما ندري مغيب، هاي مره ثانيه علي. هاي الاحزاب والسلطه جاي تمارس هذا الابشع من قبل في حق المواطن العراقي، الى متى السكوت؟ رساله للاحزاب ورساله للحكومه العراقيه الان، يا احزاب السلطه الفاسده المجرمين الخونه الذي تصعدون على دماء المتظاهرين، ان لم تكون اليوم اسقاطكم فتكون بعد اسبوع، وان لم تكون بعد اسبوع لازم يسوع عليكم هذا الشعب العراقي، وذكروا بان الشعب العراقي راح يحاكمكم محكمه دامودي ولي، راح يحاكمكم بكل الصفات اللي خاف تشوفون 25 سنه مرت عليها والناس طلعت عليه على موتكم، راح ترجع مره ثانيه ومره ثالثه لحد ما تنزاحون من وكالاتكم يا فاسدين. نعم شكرا. نعم استاذ. شكرا لك اخ كرار. حسين من محافظه بابل، حياك الله يا حسين. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. الله يحفظ الله هذه القناه ان شاء الله وكل العاملين بها ان شاء الله. الله يسلمك ويطول بعمرك يا رب، تفضل اخوي. اخوي ان هذه السله من الطغاة من المفسدين، ما يسمى بالجيش الحكومي، هؤلاء ليس جيشا وطنيا ولكن جيشا طائفيا فئويا الى درجه على ما شفناه اعتداءاته على المتظاهرين الابرياء في الناصريه وعلى الاهالي،
هؤلاء ليس جيشا، هذه عصابة مجرمة متوغلة بدماء الناس وبشكل فظيع إلى درجة. يا أخي هذا ليس جيشا بكثرة اعتداءاته وجرائمه ضد الأبرياء في الناصرية وفي البصرة وفي ساحة التحرير في بغداد. جيل ولا يعني نستذكر ماذا فعلت شرطة الشغب بحق المتظاهرين في الناصرية وفي بغداد وفي البصرة وفي أماكن أخرى وفي محافظات أخرى. وهذه القوة تنسب إلى الجيش الحكومي. نعم أي والله. واعتقالاته ضد الأبرياء ما زالت المعتقلين في سجون ومعتقلات هذا جيش الطغاة وجيش المفسدين. نعم جيش الطغاة والمفسدين. نعم هو والميليشيات الفاسدة التي تعاون على قتل الأبرياء في الناصرية وفي البصرة وفي بادل وفي كربلاء. يعني احنا نستذكر ماذا فعلت الميليشيات الارهابيه التكفيريه ومراجعها الفاسده. هل نستذكر هذه؟ ما قال مشاهده لحد الان لم تنسي ابدا لا بالله. اي والله. والسلام عليكم ورحمه شكرا الله. شكرا لك اخ حسين. عليكم السلام ورحمه الله. سعد من الكويت حياك الله يا سعد. حياك الله ودون يا أستاذ. يا بحث أريد أعرف يعني متى ينهض العراق بخيراته وملياراته ويمطي العمال والعاملين والمحتاجين والفقراء وكذلك العاطلين عن العمل؟ متى ينهض العراق بخيراته وملياراته يا أستاذ؟ والعراق فيه ظلم ونشامة يا أستاذ. وآخر الكلام ارحم الشهيد وشاف مظلوما فقير زي حالاتي. تحياتي لك وللقناة. حياك الله أخ سعد. أخ سعد السؤال يقول متى ينهض العراق بخيراته وملياراته؟ سؤال حلو بس الجواب عليه صعب. هو ما عرف شنو الجواب مالته. جواب مالته لازم نقعد نحلم. إذا سامعين بأحلام اليقظة نقعد نحلم إنه ذولا ماكو وما جوي على ظهر الدبابة الأمريكية، وأكو ناس غيرهم هي بدها تشتغل، أكو ناس يحبون العراق، أكو ناس من نهل العراق، أكو ناس ما عندهم جنسية ثالثة. اللي يحكم العراق ما عنده غير جنسيته ويحب بلده ويحب شعبه، واللي داوم بالجيش يحب الدفاع عن أرضه وسيادته. مو يجي يصفن لي والله التدخلات الإيرانية حلال والتدخلات الثانية اللي أنتم ماخذيها بموافقة وقع عليها نور المالكي اللي هو نفسه أسس الحشد مثل ما أنتم تقولون، حتى يطلع هاي القوات الأمريكية اللي هو جابها بالاتفاقية الأمريكية. يعني ما أعرف، هو اتفق وهو قلب عليهم، صار بدالة على أميركان وسميتوها قوات احتلال وانتهاك سيادة. فهاي الأشياء لو كانت ماكو وأكو ناس تشتغل لأجل هذا البلد، من دا تقبض المليارات ما دا تنفتح السترة وتخش بالجيب وتنضم بالقافة ومو بالعراق، برا العراق، ودا تنطل إيران وتنطل حزب الله وتنطل أماكن ثانية مو للشعب العراقي، ساعتها راح ينهض العراق بخيراته وملياراته. علاء من ألمانيا حياك الله يا علاء. السلام عليكم أستاذنا العزيز. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا أحب شوية أعلق على الموضوع مالتك وأبحث شوية عن موضوعي إذا تطلع ثلاث دقائق أربع مواخر الله يجزيك خير. تفضل أخوي. أنا شاكب ألمانيا والله يشهد ورقيب على كل كلمة أحكي لك إياها. نعم. تعرف نسوانهم ورقباهم وأولادهم هنا في ألمانيا عماير وأرصدة عندهم بالملايين يوروات، بالملايين الأرصدة باسماء نسوانهم واسماء مشايبهم، والطفل عندهم أصغر طفل عندهم عنده هنا فيلا وسيارة آخر موديل ورصيدة بالملايين اللي عم تلعب هنا صالة القمار والقمار، وهاي سوالف التكفير التعبان. هاي المسؤولين جماعة الخضراء أحكي لك عليهم. نعم. وكيفهم قرازاتهم عمر دبلوماسية يروحون ويجون قدام عيوننا ويشوفهم ويسافرون وملايين يتبشرون بيها فلوس، يعني ما تتوقع شلون يتبشرون بيها هنا اولادهم واحفادهم ونسابتهم ونسمانهم. بالله العظيم
وانا شاهد عيان على هذا الموضوع بالمانيا اكلمك. نعم. وانا لحت وياك، انا علي قضيه دايره بمركز شرطه، قضيه زين مركز شرطه عطيني اسمي بالمنع، لا يطلع لي جواز، وعندي ثلاث اطفال صغار، ثلاث اطفال ما يقبلون يصدرون جوازات لاطفالي، يقولون لي لان انت عليك منع ممنوع تطلع لاطفالك جوازات. هو هذا العدل، هو هذا والله اخ علاء شنو هي القضيه؟ تقدر تحكيها لو ما تقدر؟ والله يا ابو تهمه، والله انا رجال بفضل الله العظيم، لا ناقه ولا جمه، ليش تقول بشركه؟ نعم. وابو الشركه عنده مشكله هو والدوله. نعم. شالونا كل طلبونه، كل احنا طلبونه. زين يا ما احنا ما لنا ذنب، احنا ما علينا. ما والله ما خلصنا شردنا، اشرقنا طلعنا شردنا على تركيا، ومن تركيا جينا تهريب وصلنا لالمانيا. زين وهسه نريد نطلع جوازات، نريد نرجع لاي دوله عربيه نعيش بمصر، بالاردن، بالمغرب. ما يقبلون يطلعون لا إلي، يقولون لا عليك منع بالحاسبة، أنت مطلوب مركز شرطة بغداد، الحين قضية عليك. وأطفالي زين أسماء، مو مشكلة لو وشك تاخذ أطفالها ترجع، ما تتطقى تروح ما تريد تبقى تعيش هنا بألمانيا، زين ما متعلمين لا عاداتنا ولا تقاليدنا ولا أطفالنا والله العظيم. فما يقبلون يطلعون جوازات، هو هذا العدل، هو هذا الإنصاف، هم هذا الظلم بعد. وين الحق العراقيين الظلم؟ وين أسباب التدخل الخسارين من الظلم؟ ولا بالخارج خلصانين من ظلمهم، واللي يشرد منهم ما خلصان من ظلمهم. هسه مو عبنا العراق وطلعنا بفكونا وكركاتنا، خلصونا نريد نخلص، ما نريد شيء عم يطلعنا، بس جوازات نريد نعيش برضه. هسه الحمد قيدين، احنا مكتفين، احنا اطفالنا ونسانا، ليش دول الاطفال بكازا ما يطلعونهم؟ الاطفال شو بذنبهم؟ الاطفال باقيين كاتبين دافعين ارهابيين مجرمين دول الاطفال. يا غيرتهم تقبل عليهم هاي الغيرة؟ يعني على حكومة صدام حسين يقولون صدام حسين ظالم، صدام حسين مو زين، الحكومة مو زينة ذيك. يعني انتم طلعتوا أسوأ من ذيك ألف مرة، ألف عدد. اتقوا الله بالشعب، اتقوا الله بالناس، خافوا رب العالمين. هاي كورونا قامت تاكل بالعالم أكل، قامت تحصد بالناس حصد. إذا أنتم من رب العالمين ما تخافوا بهذا الرب، وهذا يقرب الله نزل على الدنيا كلها، وانتم ما خايفين. سرقات وظلم وقتل واعتقالات وسجون وارهاب، واديتون حيل اديتون البنت داخل تنزل وخارج تنزل. نعم نعم. خافوا الله بينا، خافوا الله، اتقوا الله. اطفال ما عندهم جوازات، ليش؟ وين يطول وجوههم ذولا؟ شنو ذنبهم ذولا؟ شنو الكلمه اللي ارتكبوها الاطفال هاي؟ سيسمع السيد الكاظمي يقبلها عليه، يقبلها عليه العرجي، زين يقبلها علي وزير الداخلية. أطفال عراقيين ما عندهم جوازات برا، وهاي مو مش حال، كان يحكي لك حالة عشرات العوائل العراقية هنا، والله ما تطلع لهم جوازات، والله العظيم، والله لا بعلي منع، الكل العائلة ما تطلع لهم جوازات. نعم. لعد وين شنو شنو غيرتوا؟ وين الديمقراطية؟ شنو هو التغيير؟ وين التغيير صار؟ الديمقراطية وينه؟ شنو التغيير صار؟ اللي جيتوا بيه شنو هو التغيير والتطور؟ وانه بنيتوا لكم برج مثل برج خليفه، سويتوا لكم مستشفيات، سويتوا لكم مدن، وزعتوا كل العالم، اعطيتوا حقوقهم بالنفط والغاز والكبريت. شنو سويتوا للشعب؟ شنو سويتوا حقوقهم؟ وانها حقوقهم وانها بالنفط والغاز والكبريت والجمارك والمنافذ الحدوديه والزيارات والبوق والنهب؟ حق كل مواطن عراقي الى راتب شهري وانه؟ كل هذا راح انسرق، ماكو كل شيء ماكو. وفوق هذا النوم لحقنا على اعمارنا، شردنا وما خلصاني، طلعنا وعفنا البلد لهم وما خلصاني. يعني كل العراقيين ما خلصاني. ما ادري ايران تريد تنتقم من عندنا انتقام كامل، ما ادري شو تريد ايران من العراقيين. نعم. يعني هاي ما نسوها، هاي الحرب الفلسطينية ما نسوها. جابوا علينا، وانا اللي الله صاخب عليه رب العالمين غاضب عليه وحطوه على روسه. ليش؟ شو تسوين؟ والله اكرم شعب احنا، واكرم شعب وافضل شعب، وشعب عربي اصيل، وعنده وطنيه وعنده غير، عنده شهامه وعنده اخوه. ليش هذا المواطن العراقي ليش متبهذب سواء بالداخل او بالخارج؟ انا مو بحكي بس عن نفسي، والله انا احكي لك معاناه عشرات العوائل العراقيين هنا، يمي متبهذب. نعم نعم. معاناه العراقيين بالخارج لا تقل عن معاناه العراقيين بالداخل، اكيد اكيد. شكرا 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 لك اخ علاء. يعني هاي قضيه صحيح موجوده ومعروفه، يعني
أطفال كثيرين في الخارج اليوم محرومين من الحصول على أوراقهم الرسمية نتيجة أنه المحاسبة شخص آخر أو بجريرة شخص آخر، أب أو أخ أو عم أو ما أعرف شنو. فسأل الأخ على وين العدل بيها. أنا بس أرد أعرج على شغلة واحدة، مصطفى الكاظمي طلع وصرح قال إحنا ما راح نلعب برواتب المتقاعدين، ورواتب المتقاعدين ما بيها شيء. بس أحب أقول له إنه رواتب المتقاعدين خصوصا الدنيا من راحوا استلموها من مراكز الصرف ومصرف الرافدين، لقوا قيمة الصرف بالدولار 1470 أعلى من السوق السوداء، وقطوعات عالية، وخسروا يعني اللي كان يقبض 4 أوراق قام يقبض 3. فهذا التصريح اللي انت صرحته ده تضحك علينا لو على اليمن ده تضحك. حسين من بغداد ويانا، حياك الله. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمة والإكرام. طبعا بالحقيقة هي المشاكل العراق يعني هي كثيرة. نعم. بس اليوم اريد احنا اريد نتكلم ونريد نشير على اللي دا يصير في محافظتنا العزيزة اللي هي الناصرية، واللي دا يصير بالناصرية من الاعتقالات ومن الأمور الكثيرة اللي بحق هاي الشباب الثائرة اللي هم يريدون أبسط الحقوق، لأن الناصرية أعطت الكثير من العراق وهي محتاجة الماء ومحتاجة الكهرباء، حالة كل المحافظات. لكن اليوم الناصرية هي جاي تقمع، هي جاي يعني دي يصير اللي الاعتقالات كثيرة، وآخرها اللي صار قبل يومين بالناشط الهلالي والتحقيقات، واللي يصير أن يعني يعترف على أشياء هي مو يعني تليق بالثوار الناصرية السلميين اللي هم يعني أكثر من سنة ونص قدموا مظاهرات سلمية وتحملوا القتل من الميليشيات وتحملوا الكثير من الأمور. اليوم الناصرية هي نموذج، هي الناصرية هي ثورة، الناصرية هي صرخة، الناصرية هي اللي راح تحرر العراق من هذه العصابات، هذه الأجهزة القمعية اللي جاي ترجعنا على عصور قديمة. وإحنا صراحة نقول لهم يعني اتقوا شر يعني الحليم إذا غضب. اليوم زلم الناصرية وشباب الناصرية تحملوا الكثير، مثل ما تحملوا بغداد وتحملت البصرة وتحملت الأنبار وتحملت الموصل. اليوم المحافظات مالتنا كلها اليوم هي قلبا وقالبا مع شباب الناصرية. نقول له للكاظمي او للرئيس الوزراء، نقول له انت ضيعت البوصلة. اليوم انت مو انت تتحكم بكل انفاصل الدولة العراقية. مع الاسف اليوم الدولة العراقية هي بيد عوائل، بيد يعني شخوص هي جاية تتحكم. هذه هي علة العراق. علة العراق اليوم يعني بأن العراق لازم يتحرر. احنا في ثورة تشرين هي ثورة فكرية، زرعنا بذرة وهي مستمرة، ولكن على الشعب أن ينهض، على الشعب أن يشوف. لا اليوم لا رواتب لا تقاعد، اليوم الدولار يتلاعبون بكيفهم. اليوم الدولار هو بيد يعني في يد السارق وفي يد الفاسد، لأن هم من يملكون المال ويملكون المناصب. اليوم الفقير يعني من يقعد الصبح يريد بس مجرد يأمن قوته، هذا القوت يعني هذا العراقي اللي هو من أغنى البلدان. اليوم العراقي يعني 60-50% نسبة الفقر، احنا وين وصلنا؟ اليوم الشعب العراقي على أن الشعب العراقي أن يصحى، أن يعرف بين هذه الشرذمة وهذه العملية السياسية وهذه الأحزاب يعني كلها هم أتوا من أجل أن يعني دمار العراق وتدمير الشعب العراقي من ألف إلى ياء. اليوم على كل الشعب العراقي أن يعلم وأن يعرف بين لا كاظمي ولا حكومة الكاظمي،
ولا اي حكومه ما دام خارجه من رحم هذه العمليه السياسيه البائسه. نعم نعم. شكرا شكرا لك اخ حسين. ابو سليمان من بغداد حياك الله. ابو سليمان انقطع الاتصال ويا ابو سليمان، نتمنى يرجع لنا مره ثانيه حتى نسمع رايه بالموضوع. اليوم يعني اليوم مواجهات صارت بالناصريه واطلاق نار. انا اريد اسال سؤال واحد، انتم ليش مصرين انه تقتلون المتظاهرين؟ ليش مصرين انه تشيلون السلاح بوجههم وما يتظاهر؟ شنو يعني ما هي دول العالم كلها تتظاهر وتسوي ما سمعنا اكو حاله صارت؟ تحصل حالات من العنف الفردي وراها نسمع اكو محاسبه. فرنسا صارت بها مظاهرات، انجلترا صارت بها مظاهرات، اليونان خوبا كوما بها مظاهرات وشالوا وزراء وذبهم بحاويات الزبل، بس ما سمعنا بهم سووا مثل ما انتم سويتوا بشعبكم. سعد من اربيل حياك الله يا سعد. سعد نعم حياك الله اخوي. السلام عليكم. عليكم السلام والرحمه والاكرام. سعد من اربيل حياك، انا من الانبار. حياك الله اخوي. مهجر باربيل. إذا أمكن أخ سعد نصيلي صوت التلفزيون اسمعني من التليفون، تفضل أخوي. أي نعم. أي نعم. تفضل أغاتي. أي نعم أخوي، هي الوضعية يعني التالي شنو يعني الحل؟ يعني الحكومة مجزرة بعد مجزرة وتدون عنها، يعني شغل صلاح الدين وين راحت؟ نعم. يعني الحال ويا الحكومه شنو؟ مو بس بالجنوب، انت تعال شوف مناطق صلاح الدين، يعني احنا هنا نعرفهم بالمخيمات، مناطقهم ما يقدروا يرجعونها. زين اخ سعد انت تسالني الحل، انا راح اسالك، انت شو تقول الحل؟ الحل تبدل الحكومه كلها، حكومه كلها فاسده. اذا معروف الحل شنو؟ ايه نعم. بس شلون أخ سعد راح اسالك سؤال يعني. اذا عندك حديقه بالبيت وبيها شجره بيها دود او مريضه شو تسوي لها؟ نقلعها من جذورها بالبدايه تعالجها، بس اذا ما فاد العلاج تشلعها وتذبها، صح لو غلط؟ سعد اي نعم اي وراها اذا ما فاد العلاج تشلعها وتذبها وتجيب غيرها، صح لو غلط؟ اي نعم صحيح. ثوار تشرين والمعتصمين بالمحافظات الستة المنتفضة بال 2014 نطوا العلاج ايه. للحكومات هواية ما فاد العلاج، الحل ايه. انت قلتها بعد، الحل يمكم. الحل يمنا احنا شلون يعني؟ هسس لنا اذا قامت صائل شو يصير؟ والله اربع ارهاب يدخلوهم. ليش احنا عاجبتنا الوضع هذا بالجنوب جاي يصير باخواننا بالجنوب يعني؟ نعم. نعم شكرا شكرا لك اخ سعد. طبعا سالني الاخ سعد عن الحل، الحل اذا نقوله راح نصير محرضين، بس هو الحل معروف، الحل انه هذا الشعب العراقي هسه هم شو مسوين؟ سنه وشيعه واكراد وعرب وتركمان ويزيديين وصابئه ومندائيين مقسميهم. وهاي الطريقة اللي قدرت أمريكا وإيران تسيطر بها على الشعب العراقي، لأن هو كان لحمة، كانت بي يعني كنا دائما نتغنى بهاي الفسيفساء اللي مكونة هذا الشعب العراقي. سووها طوائف وسووا حكومة طائفية وسووا برلمان طائفي وسووا منتخب طائفي وسووا الجيش طائفي وسووا الشرطة طائفي حتى يقدرون يسيطرون. جت ثورة تشرين قالت لهم يا بتر الطائفة اللي أنتوا دسوها أو الطائفية اللي أنتوا دسوها إحنا ما تفيدنا. فكان الشعار الأول والأخير كلا كلا للطائفية. هم تخبلوا وقالوا إحنا سيطرنا بهاي، إذا راحت شلون راح نسيطر؟ فالحل الوحيد اللي راح يوقف للشعب العراقي إنه من زاخه للفاو يلزمون الدستور العراقي يضربوه بعرض الحائط.
اللي وقعوا عليه واللي ملاء لهم برايمر، ويضربون الطائفية بعرض الحائط ويتكاتفون، ما راح يقدر يوقف بوجههم لا حشد ولا جيش ولا شرطة ولا الكاظمي ولا الحلبوسي ولا برهم صالح ولا نور المالكي ولا أي أحد. بس اللي أريد أقوله إلهم الذولة، نور المالكي وعمار الحكيم والحلبوسي وبرهم صالح وكل من قاعد يحكم من 2003 لليوم، اتقوا الله بنفسكم، لأنه الشعب العراقي إذا تردون تقرون شو مسوي؟ فعلى الأقل لا تروحون بعيد، اقرب 58 شوفوا نور السعيد ايش صار بيه، عبد الإله الملك، ضباط، وزراء، عرفوا الشعب من يطفح الكيل عنده ايش راح يسوي. وصدقوني هو هذا مصيركم، مصيركم السحل، لأنه أنتوا لليوم ما قدمتوا للشعب العراقي شغلة بها خير. أبو فاطمة من صلاح الدين حياك الله. السلام عليكم أستاذ. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كلامك عين الصواب، توم لا شجرة بنص حديقة تعالج بعدين إذا ما تفيد تقصها. نعم. ولكن هذا كلامك، هي هاي الشجرة هي الحكومة. نعم. اي عالجنا احنا كمواطنين، كمواطن انا ما جاي هاني كاي شيء، انا جاي كمواطن، عالجنا من ذاك اليوم لهاليوم. نعم. حكومة ما سوت اي شيء ينفع المواطن. نعم. يعني حايلين برواحهم بس. حكومتنا والله 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 إيرانية. معروف. والدليل اي والدليل على ذلك هذا مصطفى الكاظمي، شوفه عندكم حلقات جاي تطلعون الشي جاي يلبسوه، صحيح لو كذب استاذ، يعني هو جاي يلبس البدلة جاي يقول لك اني مو رئيس، اني جاي انتقل، شنو رئيس انت على شنو سويت؟ يلا صار لك انت 5 سنين انت قاعد على الكرسي لك شر، ايش سويت بي؟ سويت يعني سويت شو هاي؟ رحت البغداد وجيت، الله وكيلك انا حسب سليماني طلعت بغداد قبل يومك، هذا الطريق هذا الطريق هذا؟ بس هو ما شاف الطريق، يروح الطياره يجيب طياره، ما شايف الطريق، عمي مش بالشارع، شوف الشارع شلون 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 الدايس، سياره ما تمشي عليه، تمشي على الترابي. هو الطريق انت اخوي ابو فاطمه تحكي على الطريق الخارجي، ما واد خلي يشوف بغدادك وامت الزبل، وصلت بكل راس فرع المنصور مليانه زبل. استاذ العزيز هاي الانتخابات اجت ايش راح نسوي؟ نعم راح نقعد بدون تحاسب. اتحاسب؟ ما راح اتحاسب. انا استقبك ما جاي اسوي لي شيء، علشان انت صوتي لاحظ صوتي جو البطانية وعوف صوتي، لا أنطيك إياه تخليك تستفاد من عنده، روح أنت، يعني أنا أتخذ إيراني خويا أنت، يعني أنا أنت كلامك على عيني وراسي أبو فاطمة، أنت تقول أنا راح أقعد بالبيت وما أنتخب، بس أكلني ينتخبون، لأن ذولا دا يكتلون بالناس، ذولا يردوهم، يعني هي الانتخابات المضت شاركوا بها 20 مدري 19%، أنت تعرف الانتخابات المضت إذا نسبة المشاركة 20% فقط هي باطلة؟ إلى عاد أستاذ العزيز خلي نقعد ونقول حسبنا الله ونعم الوكيل، هو الفارج الله. نعم. هو إحنا أيسنا من كل شيء، الله سبحانه وتعالى ما يأيس من عدنا، الله رحيم. نعم. ما بسوي شيء غلط جوا، هو الله سبحانه وتعالى هو الحاكم وهو الحكيم. نعم. شكرا لك أبو فاطمة. عدنا برومو صغير مشاهدين الكرام، أو فاصل صغير على الناصرية، خلونا نشوفه. دمع ورفعة الراية، ضحت الدمع ورفعة الراية، هاي الرجال
اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. تعرفون انتم شنو اللي بتش بهاي القضيه؟ انه تهمه المتظاهرين يحبون وطنهم. حب الوطن اصبح تهمه. حب الوطن صار قضيه. حب الوطن صار الانسان يموت عليه. حب الوطن اللي ربينا وعلمونا ودرسونا انه لازم نتغنى بيه. كنا نحفظ اناشيد احنا وصغار، بلاد العربي اوطاني. كنا نتغنى بمعاركنا، وكنا نتغنى ببلدنا، وكنا نتغنى بعلمنا ونرفع علمنا عالي. صارت اليوم لما يطلع واحد يقول كلا كلا ايران، هذا جوكر، هذا مندس، هذا عميل. من يطلع واحد يقول كلا كلا امريكا، حسب بده يقولها من وين، لمن يتبع. اذا من اهل الناصريه وديقار وبغداد وما اعرف شنو، ما له احد. هذا عميل خي ولي ينداس بالدبابات وبالسيارات وبالقنابل المسيلة للدموع وبالرصاص الحي وبكل شيء. بس إلا اللي دا يقولها من العصايب، إلا اللي دا يقولها من السرايا، إذا دا يقولها من الحشد، لا هذا مسموح له. ليش؟ لأنه السيد يقول. يا سيد، ترى مو اللي بالعراق، اللي بإيران. زين، السيد منو اللي بإيران؟ ترى ماكو واحد بالعراق ده يحكم هو عراقي. اللي ده يحكم بالعراق هم ثلاثة ده يحكموا بالعراق. أصغرهم أيرج مسجد السفير الإيراني ببغداد، وباعتراف السياسيين بأنفسهم. يجي شوية أكبر من عنده إسماعيل قاني، قائد فيلق قدس اللي كان بمكان سليماني. أكبر من عنده روح خامنئي، حتى روحاني تشرشوبة. بس راح نقول لكم كلمة واحدة وخلوها هنا، هاي للسياسيين. الشعب العراقي رضيته أم أبيته راح يبقى إيد واحدة. تعرفون ليش؟ لأنه ماكو واحد ما يحب هذا البلد، وماكو واحد شرب من مي دجلة والفرات ويخونه. بس التخنتو عرفوها بعد. رسائل واتساب. عصيان عسكري لقادة القوات المسلحة والأمن المتواجدين بمركز الناصرية وعدم امتثال لأوامر قيادة سومر وشرطة ذيقار، خبر عاجل وردنا الآن. السلام عليكم، أنا أخوتكم من بغداد، حياك الله. زوجي وأولادي أخذوهم من تحرير الموصل، لحد هسه ما نعرف عنهم شيء. كل ما نروح ما يطون الصدق. أنا زوجي مريض غدد سرطانية، وأولادي بعدهم صغار. والله العظيم ملينا، وإحنا نحكي وين مصطفى الكاظمي والوعود مالته. حوبة الأمهات ترى كبيرة عند ربه، والله راح نموت ورا ولدنا، وحسبي الله ونعم الوكيل على كل ظالم. وتحياتي لكم. السلام عليكم أستاذ أفل، وياك أبو محمود من الرمادي، نطالب من حضراتكم إيصال صوتنا إلى رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بمعرفة مصير أبنائنا المغيبين في سيطرة الرزازة. والله العظيم أبرياء، يعني هاي الحكومة عراقية لو لا هي تحكم العراق لو أحزاب، وأنه هاي الحكومة والشباب العراق كلهم بيد الأحزاب، صار لهم أكثر من 5 سنوات. حسبي الله ونعم الوكيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخويا إحسان الهلالي تم اعتقاله من يوم الخميس، وأمي حالتها تعبانة، وإحنا أخوة الناشط إحسان الهلالي، وصلوا صوتنا. السلام عليكم، شلونك عيني؟ أنا بس عندي سؤال للحكومة، عدها ضمير ما تفكر خطية بالمهجرين والمساجين؟ يعني إلى أمتى؟ حسبي الله عليهم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم، قبل الاحتلال الأمريكي بفترة تكلم صدام عن معاناة الشعب العراقي بعد أن زار بعض البيوت العراقية ورأى ثلاجات الطعام شبه فارغة بسبب الحصار المفروض الذي طال زمنه 13 عام، وكان كلامه حول الحصار بأنه سيرفع وسيلتفت للشعب العراقي، لكن العراق احتل وتم سرقة كل أموالها التي سيترفه بها حسب ما قال صدام آنذاك. وترفهت أمريكا وإيران وحكومة الأنقاض في الخضراء بأموال العراق، والشعب العراقي إذا كانت ثلاجة فارغة صار يأكل تبن. شكرا جزيلا لأمريكا وديمقراطيتها. راح نبقى لآخر نفس نفدي عراقنا ونطرد كل عميل إيراني. ذيل شباب العراق واعي ويعرف كل مخططاتهم الفاشلة. أخوك شاب عراقي. حياك الله أخوي العزيز. اقرأ رسالتي، قريناها وتدلل أخوي العزيز. مشاهدينا الكرام، القضية اللي دي تصير بالعراق اليوم إنه إحنا عندنا طرفين. أكو طرف يسمي نفسه حكومة بس هو فعليا محتل لهالبلد. ليش؟ لأن هو ما داير بال للبلد، ولا داير بال لشعب البلد، ولا داير بال للعراقيين أصلا، ولا الفلوس، ولا خايف عليهم أصلا. حتى أخوته اللي عندهم جناسي هذا البلد وما عندهم جناسي برا ما داير لهم بال.
لو من نمه وابوه، لكن هو يمشي ويصيح اني ايران ثم ايران ثم ايران ثم ايران. واكو كم واحد يقول امريكا، واكو كم واحد يقول بريطانيا، واكو بس واحد يقول فرنسا. فكل واحد يطي يطي لمن؟ يطي للدوله اللي داعمته بجوازها اللي اجى بيها هو على ظهر الدبابه الامريكيه وصار يحكم. واكو بالطرف الثاني مواطن، مواطن ضاق المر، مواطن عاش بضيم، مواطن ضاق الحصار وضاق اللي ورا الحصار الاحتلال وضاق الضيم مع الحكومات اللي جت ورا الاحتلال. بس تهمة هذا المواطن انه هو عراقي بيا بلد بالعراق. هي هاي القضية كلها. مشاهدينا الكرام، برنامج صوتكم انتهى، نلتقيكم على خير ان شاء الله بنفس الموعد بحلقة جديدة بموضوع جديد باكر. في امان الله ان شاء الله. الى اللقاء.